عقد صباح اليوم أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار دكتور حسين مسار حسين اجتماعا مع أعضاء نقابة الأساتذة والباحثين في التعليم العالي فرع المعهد العالي لإعداد المعلمين للتفاكر حول الأوضاع الجارية، خاصة مسألة الإضرابات التي تعيق سير العملية التعليمية في المعاهد العليا والجامعات، وإيجاد السبل الكفيلة وتقريب وجهات النظر من أجل مصلحة الجميع. تقرير محمد الأمين أحمد. ضمن سلسلة لقاءاته المتكررة وسعيه الدؤوب مع مؤسسات التعليم العالي ونقابات الأساتذة والباحثين في البلاد بهدف إنقاذ العمل الجامعي، جاء هذا اللقاء التفاكري الذي جمع أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين ونقابة الأساتذة والباحثين بالمعهد العالي لإعداد المعلمين حول التفاكر في أوضاع الإضراب وتذليل العقبات المصاحبة له. اتفقنا على أن يعني جميع الأمور يتم حلها من خلال الحوار، يعني النقابة أبدت استعداداتها للحوار، أيضا إدارة المعهد أبدت استعداداتها للحوار وأن أبوابها مفتوحة، وكل قضية يمكن أن من خلال الحوار من خلال اللقاء يمكن أن تحل. وبالتالي نحن هدفنا الأساسي هو إنهاء العام الدراسي بكل سلاسة، وأن أبنائنا الطلاب يعني ينتظر مننا الكثير، ونتمنى يعني من الآن فصاعدا يعني نرى النشاط. نحن كوزارة نتحمل مسؤوليتنا من أجل يعني القضايا التي القضايا المالية، يعني نسعى لتذليل العقبات. من جانبه الأمين العام لنقابة الأساتذة والباحثين في التعليم العالي فرع المعهد العالي لإعداد المعلمين بأن جمينا أكد جاهزيتهم في بدء مواصلة الدراسة. نريد أن تحل كل القضايا التي يعاني منها الأساتذة في هذا المعهد من خلال الحوار الذي يمكن أن يصل بنا إلى تحليل جميع المشكلات التي يمكن أن تؤدي إلى وضع عراقيل أمام البرنامج التعليمي الذي يقوم به المعهد العالي لإعداد المعلمين. فنحن حقيقة نرجو من الوزارة أو من سعادة أمينة في الدولة بأن يساعد ويدفع في تحليل هذه المشكلات بصورة إيجابية. ونذكر بأن أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار سيواصل لقاءاته مع الجامعات والمعاهد العليا حتى بداية الدراسة بصورة منتظمة.